is a motor used to rotate the drum. D, motor used to rotate the drum, is a universal motor. ايش يعني كلمة universal؟ universal معناها عالمي، بس بهذا السياق معناها انه بيشتغل على الاي سي او على الدي سي. هلا it is called universal because it is a motor that can operate on DC supply or AC supply. في الواقع هو دي سي موتور. هو دي سي موتور باستعمال الكترومغنت مش بيرمننت ماجنت. إذا يونيفرسال موتور is a DC brushed DC brushed. كان يحكي هلا ليش محمد حكى brushed DC motor that has an متذكرين الالكترومغنت اللي عملتوا له سيميليشن او السيميلينج كان الكترومغنت مش بيرمنت ماجنت الكترو magnet to excite the field. إذا هو عبارة عن دي سي موتور. خلينا نطلع نشوف نراجع فكرة الدي سي موتور. إذا فكرة الدي سي موتور إنه إحنا عندنا هون أسلاك في الأرمتشر. هاي هون أسلاك محطوطة في الأرمتشر. وهاي الأسلاك رح تكون موصولة على برشز. بعدين عندي هون راح اجيب فيرو ماجنتيك لامينيتد فيرو ماجنتيك ماتيريال وراح اجيب هون لامينيتد فيرو ماجنتيك ماتيريال. اذا هدول راح يكون هاي لامينيتد ليش بنعملها لامينيشن؟ عشان نخفف من الادي كارنت فورسز. تمام لامينيتد فيرو ماجنتيك ماتيريال هون نفس الشيء طبعا لامينيتد ماجنتيك ماتيريال والالكترو ماجنت الان بنلف سلك حوالين هاي الماده فبنجيب سلك من هون طبعا هو بيكون كويل ما بيكون ملفوف زي ما انا عم برسمه بيكون كويل جاهز وبسقط الكويل عليه بعدين بدنا ناخذ هاي من هون ونحط هذه هيك نحط هذه هيك وهذه هيك هذول الطرفين شو سميناهم بالسيميلينك متذكرين؟ اف بلس واف ماينس ولا اف 1 واف 2 شيء زي هيك مضبوط وهذول اطرافهم اطراف الاسلاك هذول رح يطلعوا اي بلس واي ماينس رح يطلعوا عندي على تو برشز هلا البرشز انا صعب ارسمهم هون بشكل واضح بس رح ارسم برش هيك هون رح ارسم برش هيك هون رح اطلع طرف من هون اطلع طرف ثاني من هون خلينا نسمي هدول A بلس A ماينس هذه الارمتشر بالضبط وهدول هون البرشز عندي اللي بيجوا على الكوميتيتر سيجمنتس لحد الان هذا بيشبه الاي سي موتور الدي سي موتور تماما مش هيك؟ ليش بنسميه يونيفرسال؟ بنسميه يونيفرسال لانه انا باخذ الان الفيلد هذا وبوصل هذا الفيل بوصله ان سيريز مع الاي بلس والاي ماينس يعني ما بحط فولتج سبلاي على هذا منفصل عن فولتج سبلاي على الاي بلس والاي ماينس اذا هو سيريز برشت دي سي موتور الكتروماجنت ات از كونكتد كونكتد از اي سيريز موتور. ايش يعني سيريز؟ يعني انا باخذ الـ A بلس والـ A ماينس تبعون الارمتشر. هاي راح نحط البرشز هون ارسم البرشز هون. فخلينا نسمي هذه A بلس وهاي راح نسميها A ماينس. راح اخذ الان هاي
اجيب سلكت تاني من هون وراح احط الفيلد هون اف بلس واف ماينس. هلا عشان اقدر اعكب بالحاله العاديه اوصلهم هيك وبعدين باخذ الطرف هاد وباخذ الطرف هاد ونوصلهم على الاي سي سبلاي. لان انا بجيب هون هي بحط الاي سي سبلاي اللي موجود هون. هلا شوفوا شو بصير لما يكون الاي سي سبلاي بوزيتيف الكرنت راح يمر هيك راح يمر في الارمتشر راح يمر بالفيلد وراح يرجع فراح يكون الفيلد باتجاه والكرنت اللي في الارمتشر باتجاه. لما هذا ينعكس اتجاهه ويصير نيجاتيف راح يجي الكرنت من هون راح يمر بالفيلد بعكس الاتجاه وراح يمر في الارمتشر بعكس الاتجاه. لما اعكس شغلتين شو بصير؟ ضل نفس التورك بنفس الاتجاه. هاي هي الفكره تبعته. اذا عكست متذكرين الموتور افكت؟ الموتور افكت ايش بدي حتى اولد فورس ويصير عندي تورك؟ بدي ماجنتيك فلكس. من وين بيجي الماجنتيك فلكس؟ من الاف. وبدي كرنت. الكرنت وين بصير؟ بالارمتشر. هلا اذا عكست بس واحد من هذول وخليت الثاني ثابت راح ينعكس الفورس. لكن اذا عكست هذا وعكست هذا التنين راح يضل الفورس بنفس الاتجاه. هذا اللي بخلي هذا المحرك يشتغل على الاي سي والدي سي بنفس الوقت. طبعا لو كان دي سي ما في مشكله خلص بضل بنفس الاتجاه. بس هذا اللي بخلي هاي الوصله هي اللي بتخلي هذا المحرك يونيفرسال، بضل الفورس بنفس الاتجاه حتى لو حطيت له اي سي سبلاي من هون. اسهل لي بكثير في البيت او في لما بودي الرساله للبيت اني استعمل الاي سي سبلاي بالمثل، فبقدر اشغل هذا اليونيفرسال موتور على الاي سي سبلاي. فبال 180 درجه الاولى بيكون الكرنت بوزيتيف والفلكس بوزيتيف فبتولد عندي فورس باتجاه، بال 180 درجه الثانيه بنعكس هاد وبنعكس هاد فبضل عندي الفورس بنفس الاتجاه لانه التنين انا عكستهم. يعني كاني بقول انه هذا بنعكس وهذا بنعكس من هون فبضل عندي الفورس ماشي بنفس الاتجاه. طيب دكتور مش حكينا احنا مثلا تكون يعني مثلا بلف تمام بدنا نعكس الاتجاه مش هيك؟ هلا بدنا نشوف كيف بدنا نعكس الاتجاه. بس الخطوه الاولى اللي اثبتناها هون انه انا بقدر على اي سي سبلاي اشغله بيشتغل. اذا هون it can operate on AC as the force او يعني احنا بنحكي تورك remains in the same direction. هلا اذا بدي اعكس الاتجاه بدنا نعكس الوصله هاي من هون. فبكون في عندي تو ريليز. اخذتوا الريلي مش هيك؟ اخذتوا الريلي في المختبر. الريلي الاولى تبعت الفورورد بحطها هيك وبحطها هيك وراح اسميها مش اف خلينا نسميها كلوك وايز. كلوك وايز. وبجيب ريلي ثاني بحطها بالاحمر. الريلي الثانيه بجيبها هون بسميها كاونتر كلوك وايز وبجيب منها كمان كونتاكت من هون وبسميها كاونتر كلوك وايز. فاذا شغلت الريلي اللي هي كلوك وايز كيف بيكون جاي الكرنت؟ جاي هيك هيك هيك. اذا شغلت الريلي تبعت الكاونتر كلوك وايز الكرنت بيجي هيك 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 بنعكس الاتجاه. اذا هون فور كلوك وايز اوبريشن بلف المحرك كلوك وايز فور كلوك وايز روتيشن اوبريت سي دبليو فور كاونتر كلوك وايز اوبريشن بنشغل الريلي اوبريت سي دبليو خلينا نسميها ريلي operate CCW تمام. اذا هذه صارت عندي هي المحرك. وهلا عاد هذا راح تشوفوه في نفس الغساله راح يكون مشبوك بهذا الشكل عندي فولي هون حتشوف المحرك مركب هون
مين اللي اكبر؟ هاي البوليو اكبر. اذا هاي البوليو قطرها اكبر من هاي البوليو قطرها، شو عم بيصير بالسرعه؟ بتزيد. عم بتزيد السرعه ولا عم نصغرها؟ عم نرفع السرعه. لا هو اصلا بالعكس. ليش تفوت؟ نتأكد في المختبر اصلا نحن ننزل السرعه. بنشوف نتأكد في المختبر. انا لا نسيت انه مين اكبر من الثاني. اصلا هاي اللي اصغر وهاي كانت اللي اكبر، بس نتأكد في المختبر. هذا البيلت من هون، البيلت هذا بسمح لي اني انقل الحركه، ما بضطر احط المحرك هون. بقدر احط المحرك في مكان ثابت وبعدين من هذا المكان اشبكه مع الدرم والف الدرم بهذا الشكل عن طريق المحرك الخارجي اللي مشبوكه.